مساء الخير يا حلوين، مساء الخير لكل اللي عم يتابعني اليوم. هذا الفيديو رح فرجيكم كيف كان غدانا اليوم. كان غدانا مقلوبة، بس المقلوبة بالدجاج. حطيت الدجاج وحطيت معه المطيبات، قرفة وحبة هيل وكم حبة قرنفل وورق غار. وبعدين بس تغلي المي وتغلي الدجاج شوي بتطلع هاي الرغوة البيضة، برجع بكب المي وبحط من أول وجديد مي وشوية مطيبات وبحط معه بصلة. هلأ عم تقولوا لي ليش عاملة المقلوبة بالدجاج مو باللحمة، لأنه إحنا بالعادة بنعملها باللحمة. بصراحة أولادي أكتر الأيام بحبوها هيك، بحبوا الرز مع الدجاج أكتر من اللحمة مع الرز. هلأ هيك مثل ما شايفين بعد ما غسلت الباذنجان قطعته بقشره ومديته بالصينية ورشيت عليهم شوية زيت زيتون، يعني واحدة واحدة بحط لها زيت زيتون، وبدي حطهم بالفرن. هالمرة ما رح أحطهم، ما رح أقليهم، أنا بالعادة ما بقلي الباذنجان أبدا، بحس إنه كتير بغيب زيت. هلأ هو أيام بيكون طيب، بس بنفس الوقت بتطلع الأكلة كتير دسمة. مثل ما شايفين هيك بحطها بالفرن لمدة 20 دقيقة، وهلأ شوفوا كيف حيطلع. هلأ شفت عندي انه الدجاج استوى، بس يكون استوى شوفوا كيف رايح نيفه، وشوفي المرأة شو نظيفة ومثل الفلة، يعني خرج انه يصير فيها أكلة المقلوبة. حطيت اول شي بالطنجرة شوية رز مشان اذا لزقت الاكله يلزق شويه رز، ما يلزق الدجاج او الباذنجان. شوفي الباذنجان لما طالعته كيف منظره شهي ولونه ذهبي ومقمر، وما بتفرقي طعمته ابدا عن المقلي، بس هيك صحي اكثر للجسم وكل شيء. هلا انا بين الطبقات برش شويه قرفه شويه هيل، بحب طعمه الهيل بالمقلوبه، وبرش شوية ملح وشوية زنجبيل. برجع بحط كمان طبقة تانية، وبرجع بحط فوقها طبقة الباذنجان، يعني طبقة دجاج طبقة باذنجان، كمان طبقة دجاج كمان طبقة باذنجان. هاي المقلوبة مقلوبتي يعني على طريقتي. برجع كمان ما بنسى حطلي شوية بهارات عليها على الوش، من الهيل مثل ما قلت لكم والقرفة ورشة الملح، وبحاول بعدين بحط لي رشة زيت ومعلقتين سمنة عربي، لأنه إذا ما كان الأكل منكح بالسمنة مو طيب. وبعدين هون كنت ناقعة 3 كاسات رز، نقعتهم شوي صغيرة بمي فاترة وبحطهم هيك فوقهم، بحاول دقدق شوية طنجرة مشان ينزل عندي شو اسمه الرز. ومثل ما شايفين هلأ بحط مرقة الدجاج، بغمر فيهم الرزات، يعني كل حدا فينا بيعرف قديش الرز يلي بيستعمله قديش محتاج مي. هلأ الرز اللي أنا مستعملته بيحتاج مي منيح، يعني بحط أنا بعير تقريبا لكل كاسة رز كاستين مي. وهون حطيته على عيار عالي لحتى يغلي المي، لحتى تغلي الطنجرة، وسكرت عليها. هلا بدي اعمل جنبهم اللبن بخيار، لانه ولادي بدون مقلوبة بدون لبن بخيار ما بيمشي الحال. ماما شو عملتين غدا؟ عملتلكن مقلوبة. هلا انتي عندك درس رسم، انتي ونتالي بتروحي على درس الرسم وبترسمي انتي واختك كل وحدة لوحة، وبس لتجي بيكون الأكل صار جاهز. أوكي أوكي، يلا سكتي جوعتك بشي سندويشة صغيرة وروحي على الدرس، لا تأخري. أوكي. بتحبي جنبها لبن بخيار؟ إيه بحبي كتير لبن بخيار. بهذا الوقت يا حزركم مين عم يجلي لي الجليات؟ حزروا خدوا لكم نظرة على السريع، بس لا تقولوا هلا ليش هيك عاملة بابنها، هو لحاله حلف مو هيك يا علي؟ يا خا. ها شفتي علي بيحب يجي الجليات بيساعد ماما. أوه نو. أوه نو. هذا علي عم يشلي لي الجليات. يلا لحتى أكمل اللبن بخيار ما بيحلى إلا بكترة النعناع،
لما بتكتري له نعناع يابس للبن بخيار بيطلع الصوص بيشهي. ايام انا ما بحط توم فريش، بحط توم بودرة، كمان بيعطي نفس النتيجة. هون لقيت اللبن شوي سميك عندي، فحاولت اني حركه منيح مشان ما يضل تقيل. يعني اللبن بخيار هو لبن وخيار ناعم وتوم. في ناس ما بيحطوا توم ونعناع. هلأ هيك وقت شفت الرز عندي نشف وطيت تحته وبلشت بالسلطة. يي هي اجا حمودة، اهلين وسهلين، تقبرني. قوام يا روحي قوام، جبت لك باذنجان سويني متبل مشتهي عليه لي كذا يوم. ايه مو تكرم عينك، بس احذر شو طابخت لك. بس كتير الريحة حلوة، شو عملتي لي يا حبيبتي؟ عاملة مقلوبة. عن جد مقلوبة تقفش قلبي، من وقت ما جيتي على حياتي قلبتي لي ايه فوق اي تحت. اكيد قلبت لك يا هاي الاحسن، لا تقلي. طبعا حياتي بلاكي مقلوبة. ها شفت، يلا انطر لك شوي وبصير الغدا جاهز. يلا حيصيروا الرزات. هلأ الباذنجان حطيته بالفرن، بحطه كمان تقريبا شي نص ساعة وبتلاقي خالص ودغري بساوي فيه المتبل. طبعا انت بتعرف كيف متبلات. يا عيني لا يعلى عليهم. واذا كترت لهم الطحينة فخامة غير شكل. يلا قلديني وعملي هيك متبل. هلأ شوفي كيف الطريقة. وأكيد عملت لبن بخيار، بس كمان السلطة لا يعلى عليها جنب الأكل. قطعت الخس والبندورة والخيار، برش عليها نعناع وملح، وأنا بجيب جاهز هذا الصوص اللي بنحط على السلطة. هو كتير طيب، بيكون في خل وليمون وزيت زيتون وأشياء هي خاصة للسلطة توابل، فبحب رش عليها، ما برش عليها دغري، بستنى لحتى وقت بدنا ناكل برش عليها وبخلطها. وشوفي كيف طلعت عندي هلأ الباذنجانتين، شوفي ما أسهل تقشيرهم. وعن جد بالفرن طريقة رائعة لشوي الباذنجان بدون ما أحط لهم سلوفان وبدون أي شيء، بس حط يعني خزقتهم شوي بالسكين. كل باذنجانة خزقتها خزقين وحطيتها بالفرن 20 دقيقة لنص ساعة، بتلاقيها طلعة خالصة منهنة هالباذنجانة. خوفتني علوشة. هذا ابني علي بحب يخوفني ويخوفكم، مشان هيك بيقلي ماما اجى السبايدر. انا العنكبوت يعني. شوفوا كيف دقيته دق ناعم بكاسة صغيرة، لانه انا ما عندي مدقة، وبكتر له توم لانه جوزي هيك بيحبه، ومعلقتين طحينة ومعلقتين لبن ورشة ملح. بحركهم كتير منيح وبرش عليهم شوية بقدونس ناعمين. هاي نتالي وجوليا اجوا من درس الرسم، وعلى اساس يجوا ويكون الاكل جاهز. يلا صفى دقيقتين وبيكون خالص. لنشوف شو رسموا، تعالوا لنشوف لناديلو. توتي جوجو تعالوا ماما. اوكي ماما. ماما يس مامي. اي وحده احلى؟ ارجعوا شوي لورا. اي وحده؟ اوه حلوين. حلوين الوان جوجو والوان نتالي كمان. نتالي دامج الالوان اكثر، جوجو لازم تدمجيهم اكثر، بس كمان كثير حلوه. خلوا رفقاتكم يقرروا، قولوا لهم قرروا. قرروا تعملوا اكتبوا انو احلى، نتالي او عفوا رسمة نتالي او رسمة جوليا. هن كان عندهم درس رسم وهلا اجوا من درس الرسم. اوكي 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 ماما باي. هذا ابني علي، روح قلبه يقول باي. يلا باي، خلصي الفيديو ماما. ها رجعي يقلي باي من اول وجديد. وهون كمان اجتني باقة ورد بمناسبة المقلوبة بالجاج. يا سلام، صار عندي باقتين ورد كتير حلوين. ابو علي حمودة يلا حبيب تعا. حان وقت الجد وقلب المقلوبة. تكرم عينك يا روحي. يلا بعديلي اعطيني هالصينية لأشوف. هاي الصينية تفضل، بس دير بالك تروح لي تعبي، انتبه. ها لا خلص ولا يهمك، عندي اللي من الصبح عم بيشتغل بالمقلوبة.
دير بالك. حبيبتي كل مرة لما بجي للقلبة بتقولي لي حبيبي اقلب لي اياها وانا بقلب لك اياها، في مرة يعني نساتها؟ يلا ها، واحد اثنين ثلاثة. ايه شوف هالمقلوبة انقلبت، مشي حالها. يا حزركم، رح تطلع الطنجرة لزقانة ولا رح تطلع كل رزة برزتها؟ شوفوا معي، فرجينا شو بتقول انت حمودة. اوه والله غير شكل طلعت. واو، شوفي كل رزة برزتها ولا رزة معجنة. تعلموا يا حبيباتي تعلموا. نعم بمزح، اكيد كل وحدة فيكم بيتها وطبخة وكل شي بتعمله طيب. ليش؟ لانه لحنا عم نطبخ بحب لهالعيلة الحلوة يلي الله يخلينا ياها. يلا هلا الاولاد صاروا جاهزين قاعدين عم يستنوا جوعانين. يا سلام. يا حزركم بعد الاكل والغدا ومساواة المطبخ والبيت نظيف والولاد نايمين، شو بدها السهرة؟ بدها احلى ارجيلة. حبايب قلبي، وصلوا لي هذا الفيديو للخمسين الف لايك، وانا بحبكم وبنزلكم يومياتي وروتيناتي وحياتي اليومية، وبحبكم كتير. باي.